آه طفشانة، توجي إيش تسوي؟ حتى أنا أبى ألعب لعبة جديدة. فشت. حتى أنا. توجي شوفي ذي الحشرة شكلها غريب. توجي قاعدة أرسم ملفة بيتلك. حبستك ما حتخرجي. توجي تعالي شوفيها. إيش فيها؟ تراها حشرة عادية بس شكلها مرة غريب. بكمل الرسمة بالي فاضية. بكيفك. حبستك، من وين حتروحي الحين؟ إيش بهذي؟ لوجي لوجي، تستهبل دي ولا إيه؟ أنا وين؟ إيش ذا المكان؟ أنا أحلم. جوجي جوجي يا بنت، إيش تسوي هنا؟ أنا؟ لا أنا، إيش رأيك؟ يا أطفال، اللي ما رح يتخبى رح أمسكه. إيش بك ساكتة؟ أنا اسمي هامة. هامة؟ اسمك غريب. إنتي إيش اسمك؟ اسمي لوجي. اسمك يضحك. ايش اللي يضحك؟ زي ما تتنمري علي اتنمر عليكي. اوكي. مين هذه؟ ولي جاية دحيتي؟ مين انتي؟ انا بسم الله. ايش بهذي؟ هاي ايش بك؟ هذه نوامة، طول الوقت نايمة، تنام في كل مكان. صح، انت من وين؟ انا في حلم، هذا كل اللي اعرفه. لا، ما انت في حلم. عشان تتاكدي خذي. اي، الحين تاكدت. كويس انك ما متي من الضربه. هاما هاما، ايش فيكم جايين بسرعه؟ بسم الله. الملكه الملكه. ايش فيها الملكه؟ اختفت. دور عليها في كل مكان، لازم تلاقوها. قاعدين نحاول. ايش صار للملكة المسكينة؟ مسكينة؟ واضح انك مو من هنا. هذه يسمونها الملكة الظالمة. كلنا فرحانين انها اختفت. لو تشوفين شكلها تموتين من الخوف. تحسي بنفسها جميلة. لوجي قومي قومي، ترى طفشت. انا مو لوجي. انت مين؟ ايش اسم الملكة؟ اسمها انا خشيعة. يما ايش دي الشكل؟ اسكتي، انا ملكة جمال. ماما تقول رفع غرفة. ايش ذا الوحش؟ وينه؟ راح. مين ذي يا توجي؟ كيف ارجع قصري؟ راجعوني قصري ولا حقتلكم. ايش ذنبنا؟ انتوا اللي جبتوني هنا. لا والله ما سوينا شيء. وكمان مين يجيب وحش بيته؟ ايش قلتي؟ ولا شيء. اكيد كل الناس مستنين الملكة تجي. لازم ارجع، راح يحضنون على فراقي. واخيرا انتشنا. راح نعيش بسلام. يلا نحتفل. لوجي اختفلي معانا بمناسبة ذهاب الملكة. ما أبغى أحتفل، أبغى أرجع البيت. بكيفك؟ جوجي إيش تسوي؟ تورطنا ولا جوجي؟ لازم تتورط معانا. جوجي جوجي، خلاص أسكتي، قاعدة أفكر إيش أسوي. عرفت؟ خشيعة. أقصد الملكة خشيعة. أتوقع إني أعرف كيف ترجعي. كيف؟ حطي يدك على الجدار وقولي يمكن ترجعي. ايش ذا الغباء؟ تستهبلين علينا؟ لا ما استهبل، بالجد. طيب اذا ما ضبط ما حتردد، وحقتلكم الثنتين. توجي خلينا ننادي بابا احسن. موافقه،
لا لا تمزح، مو من جد. لا من جد توتي، راح اموت بسببك. انا واثقة من نفسي. طيب طيب خشيعة، اذا ما ضبط اقتل توتي لحالها، ما يصدقنيني معاها. لا الثنتين. طيب ليش كذا؟ بكيفي. ما كنت اتوقع انك تتخلي عن اختك بهذه السهولة. كويس دخلتك معايا. دحين كيف حرجع البيت؟ حقعد هنا طول حياتي؟ في احد يمشي ورايا. تم التعرف على الدخيل، سيتم الامساك بي في الحال. انا ايش جابني هنا؟ هاما ساعديني. اختفي معينه، احسن منك تلعبين مع الالي. العب مع مين؟ ده راح يقتلني. هذه نايمه ولا ميته الحين؟ مين انتي؟ روحي نامي بس. لا مو كده، قولي اه. تستحمين عليا؟ احترم الملكه. بس ما تعرفين تصرخين، ايش اسوي لك؟ احترمي الملكه. ايوه كده كان قصدي. انت لست من هنا. طيب انا مني من هنا، رجعنا البيت، ما ابغى اقعد. كلا لن تستطيعي، للتخلص منك يجب قتلك في الحال. سيتم القضاء عليه في الحال. روح من قدامي، لازم نشتري واحد جديد، شكله خربان. كيف تقتل حاكمتك؟ المعذرة، حدث خلل ما. مع نفسك، خلل ما خلل، رح يغيروك يعني رح يغيروك. ايش هذا الاحتفال؟ ها؟ الملكة خشية رجعت؟ لا تكون، راح تفضحونا. معلش يا ملكة خشية، يبكون من الفرحة. من جد؟ كنت عارفة انكم ما تقدرون تستغنون عني. الاحتفال ده كله عشاني؟ ايوه اكيد عشاني. ايش ده الاحتفال؟ مفروض اكبر، كلكم راح تتعاقبون. كالعادة. توجي ميمي اخيرا رجعت. والله اوريكي، كنت ده صار بسببك. ما كنت ادري انه حدخل عالم. كنا بنموت بسببه. والله معليش. تبغون الصراحة؟ ما ادري ايش صار، كانت ذيك الحشرة على الطاولة، واول ما قرصتني رحت مكان غريب. صح، وين الحشرة؟ ما هي فوق الطاولة ولا هي في الارض، لقيتها فوق الدولاب. امسكيها. اي طارق، ما حخليك تروحي. يلا يا دود يلا، تقدر تمسك الحشرة. يس مسكتها. بنات خلاص، هذه الحشرة سر بيننا. لوجي توجي ميمي يلا قوم مدرسة، راح تتأخرون. هذه آخر مرة أصحيكم. سرعة يا ريتاج، أبغى الحمام. دي متى تخلص؟ لا تكون نامت. توجي توجي يلا خلصي. كم مرة قلت لك رتبي جدولك من بدري؟ معليش ماما، هذه آخر مرة. كل يوم نفس الكلام. نسيت مقلبيتي على المكتب. الحشرة. انتبهوا على أنفسكم، اقرأوا أذكاركم. حاضر ماما. الله يحفظكم. افتحوا الكتاب على صفحة 40. وين الكتاب؟ توجي وين كتابك؟ نسيته. هذه المرة حسيبك. الحمد لله. بس ثاني مرة لو تنسينه يا ويلك. طيب.
لوجي لوجي. ها توجي؟ شوفي ايش شف الحشرة. قص خلينا نتكلم هناك. باه. لا لا لا. كله منك كله منك. كنت امزح. مسحك ثقيل. ها هاما انا وين؟ مين انتي؟ نسيتيني؟ انا لوجي. لوجي اللي كانت معايا في العالم. اها تذكرتك. لكن من هذه؟ هذه اختي ميمي. السلام عليكم ورحمة. واو اطفال، انا مرة احب الاطفال. اخترقت ترى. دقيقة، انا قدعين خشية، اقصد الملكة خشية. كيف جيت هنا؟ أنا وين؟ لا 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 خشية عبر ثانية. مين دي؟ أمسكوها. أها تذكرتك، أنت اللي عورتيني في رجلي. أيوة أنا اللي ساعدتك. لا ما ساعدتيني، عورتيني. دقيقة، كيف جيت عالم اللي قاعد يصير شيء غريب؟ وين هاما؟ ما يهم رح أخذها بعدين، عشانك عورتيني ما رح أرحمك، رح تنسجني زي باقي الناس. كيف اخرج من ذا المكان؟ مزعجة كلامها كثير. الا لما اقول لك وتناديني الملكة خشيعة مو خشيعة. والله انه بذكياء، حتى الحبل وانا بطل كويس. راح اخذ بالطاقة. تنسيني اظافري وتمشطيني شعري وتقري لي قصة قبل ما انام. لطيف 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 لطيف. ايش ذا الصوت؟ لطيف 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 لطيف. واو المكان مرة حلو. اي راح تبدأ الحصة والأبلات راح يسألون عن توجي. كيف راح نخبي هاما؟ والله أشكال الناس غريبة. كيف يعني غريبة؟ بس أقلدك، لما روحتي عالم أو كده كنت تقولي. بدأت الحصة. ها ما تخبي عشان ما يشوفوكي. ليش؟ عشان شكلك غريب. ايش قصدك؟ ولا نروح؟ استني. لا مين قلتي؟ انا نظف نظف، احب التنظيف مرة كتير. كيف تحب التنظيف؟ انا احب التنظيف. انت ما تحب التنظيف؟ انا احبه، بس انت خلتيني اوسخ المكان من جديد. معليش مزعجة. خلاص روحي. خلاص حروح طفشتيني. علينا حصة رياضيات وأنا ماني عارفة كيف أرجع. عادي رح أرجع زي ما رجعت لوجي. واو شجرة فواكه. دقيقة كيف شجرة فواكه؟ ما أعرف بس شكلها مرة حلو. رح أتسلقها. يا سلام تفاح موز وعنب كل شيء موجود. نفسي أوري ميمي ولوجي دي الشجرة الغريبة. نطيف 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 نطيف. يا بنت روحي لا توسخي المكان. نطيف 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 نطيف. انتي المعلمة البديلة صح؟ معلمة؟ كويس لقيناكي، كنا ندور عليكي، هذا هو الفصل اللي بتدرسين فيه. ما تخيل هاما بلدي. ايش هذا اللي زعيك؟ لو انه الملكة خشيعة موجودة كلكم سكتوا. فكروا يا بنات انا ابلدكم، اذا ما هدأتوا رح انادي خشيعة. ايش اسوي لهم؟ يا أبلة ليه ما تكتبين على السبورة؟ جاتني فكرة، رح نتعلم اليوم كيف نرسم. لكنها حصة رياضيات يا أبلة. أنا قلبتها فني. رح نرسم الملكة خشية. رح أرسم لكم إياها في السبورة. الوجه الفم والأن وأهم شيء العيون المعصبة. يلا ارسموها أشوف. يا بنت ايش بك خايفة؟ انا مو خايفة. طيب ليه ترتجفين كذا؟ انا ما ارتجف. شكلك خوافة مرة. لا بني خوافة. تعرف انك خوافة. نطف نطف نطف. يا بنت روحي لا توسخي المكان. لا
أنفها أكبر ودايما عيونها كبيرة. أنت راح تاخدين صفر. أشوف أنت كمان. ليش تحاولين تخلينها حلوة؟ هي مخيفة. صفر أنت كمان يا أبلة. نعم. أنت ليه ما رسمتي؟ معلش بس أختي تبغالي عادي أروح عندها. طيب ميمي الأبلة تسألون عن توجي كيف نرجعها؟ والله ما أعرف. ميمي ليه ما رجعت الفصل؟ ما رسمتي خشية؟ هاما لازم ترجع عالمك عشان ترجع توجي. ما أبغى أرجع، ما كملت الحصة. ومين توجي أصلا؟ توجي أختنا، هي راحت عالم لما قرصتها الحشرة وانت جيتي بدالها. آها ما فهمت. لوجي ليه ما نسوي زي ما سوت توجي مع خشية؟ الملكة خشية جت هنا؟ ايوه جات. لا يا ويلي منها، وينها؟ لا انت فاهمة غلط. هاما الاطفال راح يشتاقوا لك، لاقيهم قاعدين يدورون عليكي. مساكين، خلاص برجع عشانهم، اشتقت لهم. هاما قولي لا مو كده، قولي معلش حسبتك خوافة. انا في المدرسة. اخيرا رجعتي، راحت عليك الحصة الخامسة يا بنت. على فصلك انت وهي، ولازم تقولي لي اشعار وتتكلمين عن جمالي. هذه الملكة خشية من وين فيها مرات؟ فاهمة يا هابا؟ ايوه فاهمة يا ملكة خشية. تخيل شفت شجرة فواكه. واه من جد؟ مرة كان المكان حلو صراحة. حتى أنا عجبني عالم بس كنت وقتها قاعدة أفكر كيف رح أرجع البيت. كان في وحدة اسمها خوافة، مرة تخاف مني، تهرب مني قعدت ألحقها. أنا كمان بروح عالم ميمي إيش قلتي؟ قلت أنا أبغى أنام بس. أتوقع إنك عارفة إنها حشرة خطيرة. أيوة أيوة ما عليك. بكرة حاول زي ما راح أنا. والله يا بيبي كانت شجرة الفواكه تجنن. ما عندي غير سالفة شجرة الفواكه. طلعت من شجرة الفواكه، نزلت من شجرة الفواكه. يلا جاهزين؟ يس أنا جاهزة، ما بستني. ترى ماما نزلت السيارة، يلا بسرعة. أنا ما أبغى أروح. ليش غريبة؟ أبغى ألعب هنا. بكيفك، أنا نازلة، ماما تستناني. نفسي أروح عالم أبى أشوف شجرة الفواكه. ليه تأخرتوا؟ معليش. وين ميمي؟ ما تبغى تيجي؟ تبغى تجلس مع بابا. ليه ما اقدر اوصل؟ رح اجيب كرتون. اي اقرصيني، ابغى اروح عالم بليز. الله يخليكي، شوف اصبعي هنا يا اخي. ليه انت كذا تقهري؟ هذه ما لقت تقرصني إلا في وجهي. أنا في عالم أنا في عالم أنا في عالم أنا في عالم من دي البنت؟ شكلها غريب. أمشي ما أنا داخل، خلينا نروح نجيب مقاضي الخشيعة. صح، هدور على ذيك الشجرة. إيش ده الصوت؟ ايش فيكي تضحكين؟ ضحكينا معاكي. شكلك ايش في شكلي؟ اي طاحت. تقهرين. ايش كنت تبغي؟ صح الشجرة. تعرفين وين مكان شجرة الفواكه؟
في ذيك المنطقة في كثير من الشجرة. تذكرت شكل الشجرة يضحك. ذي مجنونة. طفشت، ماني قادرة أتسلق، كيف توجي تسلقتها؟ مين ذي البنت النايمة؟ مين انتي؟ أنا ميمي، نامت، إيش بها؟ هاي قومي قومي، إيش بك؟ شكله ما في فايدة. مين انتي؟ أخيرا قامت. يا الله، نامت مرة ثانية. ها ما هناك. هاما، ميمي كيف جيتي هنا؟ وحشتيني، تعالي تعالي. ياه، هذا القصر حق مين؟ هذا القصر حقي، ايش رايك حلو؟ واو ما شاء الله. امزح، انا مسؤولة القصر. هاما، الملكة تبغاكي. طيب جاية. ميمي استنيني هنا، لا تلعبي في شيء، خليكي واقفة هنا شوية وارجعلك. أوكي. أقول لك سيب الأطفال واهتمي بالقصر، هذه المرة المليون اللي أكلمك فيها. لكن الصغر كيوت. أسكتي، لازم تحترمي الملكة. اسفي يا ملكة الجمال خشيان. وع يا ملكة الجمال. مين هنا؟ توجي تعالي نقول لي ميمي إيش سوينا. نظف 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 نظف. لا نظف نظف، بيبي راحت، بيبي راحت. مين ذي؟ خلاص روحي، لا توسخ المكان. والله ما حد فايق لك. طيب وين الحشرة؟ انت ام التنظيف، شفتي علبة فيها حشرة؟ يا انا ما احب الحشرات، اخاف منها. كيف حرجت ميمي؟ توجي خلينا نجرب نقول ممكن نروح. ما حنقدر، لازم الحشرة. خلينا نجرب. قلت لك ما حيصير شيء، لازم تقرصنا الحشرة. طيب ايش رايك تقرص بعض؟ بس لا تقرصيني بقوة. ما عليكي، بس انتي كمان لو قرصتيني بقوة يا ويلك. يلا واحد اثنين ثلاث. ليه تقرصيني بقوة؟ انت اللي بديتي شدتي اللحمة بقوة. خلاص خليني ندور على ميمي. عرفتك، انتي اختوجي اللي عورتني في رجلي. كويس اني مسكتك، حاخذك رهينة الين ما تيجي اختك. اصلا ماني خايفة. هاما ساعديني. هاما انتي معاهم ولا معايا؟ انتو تتنمرون علي، عشان كده انا مع ملكة الجميل خشيعة. خشيعة ملكة البشاعة. انا وريكي، خلاص ما في رهينة ولا حاجة، اقتلوها. خلاص انتي حلوة، انتي قمر، انتي عسول، انتي كيوت، انتي وع، قصدي مزة. بلا مزة بلا مزة، اقتلوها. هاما لك مكافأة، تلعبين مع الاطفال ساعة كاملة. شكرا يا ملكة خشية. تجي في هذه مرة نوامة، تحداكي تصحيها. ما كنت شفتها بالقبل. يلا تحداكي صحيها. هاي نوامة قومي. نوامة والله دي مرة بتقوم. بس تصحى تقولك مين انتي وتنام. طب ليه ما تسألي مين انا؟ نوامة شفتي فين ميمي؟ انت خشيعة طلعتي صاحية ها؟ دحين كيف رح ندخل القصر؟ انا اعرف من ورا. راح نتسلق؟ بالضبط. ماما بابا توجي. خشيعة.
تقدر تمسكيني. الحقوها يا جنود! ما شاء الله تورطتي هنا والحين تبغينا نساعدك. ما حساعدك. لا خلاص خلاص ساعديني الله يخليكي. مندي امسكوها! ما نقدر نتسلق زيها. يلا يا ميمي طيري 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 يا عصفورة، أنا مثلك حلوة صغيرة. والله حلوة اللعبة. عصفورة أنا مثلك حلوة. لا تخلوهم يطيروا، أمسكوهم. أنا مثلك حلوة صغيرة. حمود 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 قوموا. ميمي يلا نهرب. ستوب لودي، يلا قوموا خلونا نكمل اللعبة. ستوب مين، والله أنك مفهية. يلا نهرب يلا نهرب. يلا انزلوا. خشيعة ما رح نخليك في حالك، رح نطلع عيونك. راح انتقم منكم يوم من الايام. يا ملكة خشيعة، اقدر الان ما نصل ساعة ولا ساعة. ناتف 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 ناتف. هم؟ اوه تعبنا، بس كانت تجربة حلوة. تجربة ايش؟ وانا اقول ليش ما تبغى تجي بيت جدتي. خلاص ما حروح مرة ثانية. لا روحي احسن، شكلها خشيعة وحشتك. اوه اليوم ماني مزي الناس. ومين قال لك مستامي؟ المديرة شا؟ السلام عليكم، بس كنت ابغى اقول لطالباتي ان يوم الخميس راح تكون في مسابقة طبخ، والفائزة راح نذكر اسمها يوم الاحد. بالتوفيق جميعا. انا راح افوز. ايش راح تطبخي؟ راح اسوي توست بالنوتيلا. لوجي راح تشاركين في المسابقة؟ مسابقة ايش؟ شكلك نايمة. توجي بتشاركين؟ صراحة ما اعرف، بس انا ما اهتم بالطبخ كثير. يا بنات ايش تتوقعون تكون الجائزة؟ ممكن لعبة. انا اتوقع انها راح تكون شيء عادي. احس ما تهمني الجائزة بقدر المتعة واحنا نطبخ في المدرسة. هذي عارفة انها بتخسر. لوجي راح تشاركين في المسابقة؟ ما أدري، ممكن. لوجي أتحداك في مسابقة الطبخ. ومين قال إني حشارك؟ لسه ما قررت. خايفين مننا؟ لا مو خايفين، حشارك وحلفوز عليكم كمان. انت تفوزون؟ ما تقدروا. إلا نقدر ورح نوريكم. إلا راح أسوي توست بالنوتيلا، ما في ألذ منه. يا ذكية. راح نشوف سندويشة النوتيلا. راح نسوي طبخة ما حد طبخها وراح نفوز عليهم ونوريهم. نشوف الطبخة النادرة. تورطنا كله منك يا توجي. من وين نجيب طبخة ما حد سواها؟ من ماما. ماما في مسابقة طبخ في المدرسة، وأحسن طبخة تفوز. طيب إيش تبغون تطبخون؟ طبخة جديدة ما في أي أحد في العالم سواها. من وين أجيب لكم ذي الطبخة؟ تبغون كبسة سويت لكم، ملوخية سويت لكم. لا لا طبخة جديدة. ماني فقيت لكم يا بنات، مشغولة. كنت عارفة راح نخسر. لا ما أبغى أتفشل قدام البنات. أنا ما راح أتفشل، راح أسوي جس بالنوتيلا. توجي ميمي ليه ما نروح عالم آه؟ يس يلا نروح. مو قصدي نلعب، قصدي عالم آه مو زي عالمنا، ممكن يكون فيه طبخات ما نعرفها. فكرة حلوة، كده رح نفوز. يلا بس دقيقة، الحين لازم نقرص بعض. لا ما أبغاك تقرصيني. حتى أنا ذيك المرة قرصتيني بقوة. إيه دلع زايد. وين نحن؟ أهلاً أهلاً، أنت الطباخات الجديدة؟
كنت مستديتكم. ايش ذا المكان؟ ليه احنا هنا؟ ما اعرف، خلونا ندور على المطبخ نطبخ عبال ما طباخة تجي. متحبسة اطبخ. انتي فاهمة غلط، احنا عارفة عارفة انتوا مبتدئين، راح اعلمكم الطبخ لحد ما تصيروا محترفين. نسيت اعرفكم بنفسي، انا طباخة، طباخة الملكة خشية. ايش تبغوا تتعلمون؟ احسن طبخة عندك. نبغى نصير احسن ناس في الطبخ. احسن طبخة؟ كل الطبخات لذيذة، لكن في تحدي بيننا وبين بنت المدرسة. مين يتحدى طباخة بالاكل؟ ما عليكم، راح افوزكم، راح نطبخ طبخة عالم اه. شكرا طباخة، صرتي افضل صديقة لنا في عالم اه. تسحبون علي؟ ها ما؟ ما توقعت تخلون عني بهذه السهولة. ما تحبوني؟ مع نفسها، أول سحبت علي وكانت مع خشيعة. رح أوريهم كيف يسحبون على هامة. رح أقول لخشيعة إنهم في مطبخ القصر. يا ملكة خشيعة، ممنوع. لسه بتكلمت. عارفة إيش هتقولي؟ تبغين الصغار، خلاص ممنوع. ليه يا ملكة خشيعة؟ شي ثاني. تبغينهم يلعبون معاكي؟ لا. يرسمون معاكي؟ لا. يكتبون معاكي؟ برضو لا. وحركوا كويس. ممكن أحرك؟ أبغى أجرب. وبعدها أنا. تبغين ترسميهم؟ فكرة حلوة بس لا. تبغين تمقلبيهم؟ برضو لا. خلاص، إيش تبغين؟ أبغى أقول لك إنه لوجي وتوجي وميمي في المطبخ الملكي يطبخون مع طباخة. طباخة الخائنة. راح أمسكهم ذي المرة وبعدين نضيف. وقفوا مكانكم، طباخة تحركتي. مسكتكم أخيرا، شيلوهم عالسجن. لا، طباخات صغار. طباخة على الأقل إيش آخر مكون؟ نضيف ال... لا، كيف خشية عرفت إننا في مطبخ القصر؟ ما حد كان عارف غيرنا. إلا أنا كنت عارفة، عشانكم ما تحبوني تحبوا الطباخة. إلا إحنا نحبك، إنتوا تكرهوني. لا يا هاما، إحنا نحبك. هاما، إحنا عندنا أخوات صغار، تقدرين تجي عالمنا وتلعبين معاهم؟ من جد؟ بس طلعينا أول. طيب بطلعكم. خلونا نجرب أكلة الطباخة الجديدة. هم ايش ذا الاكل؟ ما في احد يعرف يطبخ الا طباخة. طلعوها من السجن، ما اقدر اكل الا من طبخة. حراس، شيكوا على السجن، شوفوهم موجودين ولا لا. حاضر. طباخة. صح، بسرعة، ايش اخر مكون؟ اخر مكون السكر. السكر السكر السكر. يا ملكة خشيعة، هربوا هربوا. كيف نزلوا؟ دوروا عليهم. لا تنسون السكر. ايش اخر مكون؟ السكر. ان شاء الله نفوز. الله، ايش ذي الريحة؟ مين انتو؟ كيف جيتوا هنا؟ احنا الطباخات. انت مين؟ شكلكم حرامية. فين راحوا؟ فين راحوا؟ على مين تتكلمي يا ماما؟ الثلاث الحريم اللي كانوا هنا فين راحوا؟ احنا من اول هنا، ما في احد غيرنا. شكله البيت فيه جن. بسم الله. توجي، احنا الحين مستعدين للمسابقة. ان شاء الله نفوز. يلا نشوف مين يفوز. نشوف. نخلط. ميمي، تبغين تخلطين معانا؟ لا، ما ابغى اخلط، بسوي احلى توست بالنوتيلا. السكر. خلصنا. ما شاء الله، ايش هذا الطبخ؟ شكل المنافسة حتكون قوية. توجي، احساسي يقول لي انه راح نفوز. تعب لو طبخنا طبخة ما حد سواها في عالمنا كله. يا رب يا رب نفوز. مين قال انكم راح تفوزوا انتوا وطبختكم البايخة؟ شوفي طبختك اول وبعدين تكلمي. ها، هاي هاي، لا انتي ولا انتي اللي راح تفوزي، انا راح افوز.
ميمي انتي برا الموضوع. طالباتي، اشكر جميع الطالبات اللي شاركوا، جميعهم طبخاتهم حلوة وجميعهم احسن راح نفوز، احسن راح نفوز. يا رب نفوز. الطبخة المميزة، يا رب نفوز، يا رب يا رب نفوز عليها. وما شفت احد سواها من قبل، هي طبخة ميمي. يس، النوتيلا يفوز. شفتوا كيف طبختكم خايسة؟ لا، كيف النوتيلا يفوز؟ لا، كيف فاتت هذه الصغيرة؟ لا، بعد كل ذا التعب كان سوينا السندويش النوتيلا أحسن. صاحبة آلة سندويش نوتيلا والفائزة معنا بقبعة الطبخ الذهبية. شوفي كيف تطلع لسانها، تبي تقهرنا. ميمي مبروك الفوز. أهم شيء أنتوا في النهاية خسرتوا. أختنا فازت، يعني إحنا اللي فزنا. لا والله، تعالي نتصور مع ميمي عشان تقهرهم. والله كان حماس. آه بس كنت متوقع إني راح أفوز. روحي الطباخ قولي لها طبخة شاخر مكون، شاخر مكون. السكر السكر السكر. خلاص انت كنتي معايا.